السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنوضع لكم طريقة تزيين هذا العمل هذا. اللي بغات هذا العمل هذا ترجع لصندوق الوصف، غتلقى الرابط ديال الفيديو اللي بديت فيه هذه الخدمة من البداية ديالها حتى وصلنا لهنا، ووضعت فيها كذلك طريقة تزيين. فأنا هنا نزينها بالترسان، هذا الترسان اللي تنديروا به العقاد. أول حاجة عقدوا هذه العقدة هذه تكون كبيرة كبر من هذه العوينة اللي عندنا هنا. فهنا غادي نخلي هذه العوينة الأولى، وهنجي لهذه العين الثانية، نطلع الإبرة من الأسفل. والعقدة كما تلاحظوا العقدة هي كبيرة، اللي مبغاش يعني تقدر تبتوها بالخيط. فغنرجع من هنا، نرجع لهنا لهاد العوينة هذه. كما تشوفوا هنا هذه المقابل ديالها هي هذه اللي في الصف ديالها مباشرة، ما غنجيش ليها، نجي لهنا لهذه باش يعطيني واحد الشكل يكونوا فيه بحال التعرجات. فهنا الى تلواليكم هاد الخيط استعملوا غير الابره بهاد الشكل، وغادي يرجع لبلاصتو غيثبت. طلعوا الخيط من وسط هاد العين ونرجعوا لهاد البلاصه هادي. الى كما قلت لكم تلواليكم الخيط فاستعملوا غير الابره. هاد الخدمه سهله وبسيطه، وكاينين بزاف ديال الطرق اللي نقدروا نزينوا بهم هذه الخدمه هذه. فانا غنوضع لكم فيديوهات فيهم طرق تزيين هذا العمل هذا. هنا مثلا تلوالينا الخيط فغادي نسرحوه، نرجع لهنا على هنا. هالطريقه رائعه وسهله وبسيطه، ما فيهاش يعني الخدمه بزاف. غنوريكم دابا طريقه اخرى، تابعوا معي الفيديو. فهنا نوريكم طريقه تزيين اخرى. اول حاجه نطلعوا الطرسان ديالنا من هنا، من هاد العوينة هادي، وكذلك نهبطو بهاد الشكل هذا. هنا بحال نخيطو بحال الشكل ديال الخياطة، فبهاد الطريقة هادي نبقاو غاديين. يعني أنا هنا مخدمتش بزاف، فاش توصلوا مثلا هنا للراس ديال الخدمة مباشرة من هنا لهاد المكان هذا، يعني من هنا لهنا باش تعطيني هاد الشكل. فهنا غنخدم بهاد الشكل، نطلع الإبرة ديالي من هنا ونرجع كذلك من هاد الغريزة هادي، من هاد العوينة لهاد العوينة، وكذلك نفس الحاجة غنديروها هنا. هنا يعني سالينا. فهنا غناخدو خيط مبروم ديال الحرير في نفس اللون ديال هاد الخدمة. انا هنا غناخد هاد النوع هذا، نتوما ممكن تاخدو اي نوع، ابرة رقيقة، يعني هاد الابرة رق من الابرة اللي تنخدمو بها الراندا. فندخلو من هنا، من الاحسن انكم تركبو غير بالحرير. فطلعنا الابرة من هنا، فغادي نحاولو نثبتو هاد العوينة هادي. انتبهوا هنايا معايا مزيان كيفاش غنركب هاد العقيقة هادي. انا طلعت الخيط من هاد العين، غنرجع لهاد العين اللي حداها وغنحاول نطلع الخيط من هنا. يعني انا هنا خاصك تشوفوا يعني هاد الحجم ديالها شحال. غنطلع الخيط من هنا، هنا عينكم ميزانكم في الخدمة، كل وحدة النوع اللي غادا تستعمل. هادي صغيرة بزاف غتجينا مناسبة. غنرجع هنا في هاد النقطة هادي، نحاول أنني نهبطها يعني بهاد الشكل، وفي نفس الوقت مبقاوش يعني تنضيعو هنا في الوقت. نجي هنا نشوفو نتوما كل واحد المسافة المناسبة ليه. فأنا غنركب وحدة أخرى من هنا في هاد العوينة هادي. كما كتلاحظوا هنا ثبتنا هاد، وغناخذوا واحده اخرى نثبتوها حتى هي بنفس هنا. مثلا انا خدمت هنا، نقدر نرجعها لهنا. عيني ميزانيه، يعني انا عارفه الحجم اللي عندي هو اللي غادي نخدم عليه من هنا. ما تنساوش ان الاختيار ديال الالوان هو اختيار عشوائي، انا هنا يعني غير اختاريت لكم الالوان اللي متوفره عندي هي اللي خدمت بها. نتوما خدموا باي نوع بغيتو، انا هنا كما قلت لكم الاختيار ديال الالوان كان عشوائي. فهالطريقه رائعه وتطلع الخدمه يعني تجي زوينه صراحه. في الفيديو القادم ان شاء الله غنوريكم طريقه اخرى لتزيين هذا العمل هذا،
ولكن هاد المرة غنستعملوا الحرير. نتمنى ان هاد العمل ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعة، وما تنساوش الضغط على زر الاعجاب ومشاركة الفيديو بطبيعة الحال اي واحد مهتم بهذا المجال. كلنا باغين نستافدوا ونتعلموا.